رسول الله 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 اخجلني قصيدي قصيدي فكيف الوصف ما للوصف حد حد رسول الله يمنعني حيائي حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد رسول الله أخجلني قصيدي فكيف الوصف ما للوصف حد رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد رسول الله أخجلني قصيدي فكيف الوصف ما للوصف حد رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد رسول الله ما أغناك شعري أيرجى من دخان السمر ند فعذرا يا مكان الروح مني سيطرق بابكم شعري فيشدو لنغنمكم رسول الله ذبنا لكم شوقا بكم شرفات معدو بمقدمكم تصافحت البرايا وألقى سيفه خصم ألد بمقدمكم لقد طربت جبال لتشهد راية للحق تبدو بمقدمكم ليالي الأمس تحلو كما يحلو على الأذواق شهد وصفتم أنتم بأبي وأمي بأخلاق حسان لا تعد زرعت شمائلا فزكت نفوس فذاك حصادكم عمر وسعد نثرته كواكب لامعات فكانوها وللإسلام جند رعيت أمانة ووفيت عهدا وبلغت الرسالة منك جهد فجاز إلهنا عنا رسولا تمام الدين والركن الأشد أيا رباه فاجمعنا بدار هناك نعيمها وهناك خلد فجاز إلهنا عنا رسولا تمام الدين والركن الأشد أيا رباه فاجمعنا بدار هناك نعيمها وهناك خلد هناك نعيمها وهناك خلد هناك نعيمها وهناك خلد رسول الله رسول الله